اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد كل متابعينا متابعي تلفزيون يوم السابع في كل مكان. تابعنا مع حضراتكم خلال الايام القليله اللي فاتت اعلان عدد من الدول العربيه والاجنبيه رفع مصر من قائمه الدول المحظوره وبدء رحلات الطيران لمسافريها، وكانت من ضمن هذه الدول بريطانيا والسعوديه والكويت والامارات. ولكن بالتاكيد اشترطت هذه الدول ان يحصل المسافر على لقاح كورونا المعتمد. وهنا بيجي سؤال مهم جدا لكتير من المسافرين اللي بيستفسروا عن الطريقة اللي ممكن من خلالها يغيروا نوع اللقاح المقدم الطلب بخصوصه للحصول عليه. طبعا هو ده السؤال اللي حرصت وزارة الصحة على توضيح الإجابة التفصيلية عنه، وفي هذه التغطية هنستعرض مع حضراتكم الخطوات الكاملة عشان تقدر تغير نوع اللقاح اللي مقدم للحصول عليه وتحصل على واحد من اللقاحات المعتمدة في الدول العربية والأجنبية، طبعا وفقا لبيانات وزارة الصحة والسكان. في البداية ضروري نقول أنه كانت وزارة الصحة والسكان المصرية كشفت مؤخرا عن إمكانية التسجيل للمسافرين الحصول على اللقاح المعتمد خلال 72 ساعة من التسجيل لأول مرة، وحال كان المواطن سجل بشكل عادي ثم أراد التحويل أماكن المسافرين فعليه الانتظار لمدة 72 ساعة قبل الدخول والتحويل لأماكن المسافرين، ويمكن التحويل عن طريق الاتصال بالخط الساخن على رقم 15335 لطلب التحويل إلى قائمة المسافرين وانتظار الرسالة التي تتضمن مركز التطعيم الخاص بالمسافرين والموعد المحدد لتلقي اللقاح أو التوجه لمركز تطعيم المسافرين، وسيجري تحويله للتطعيم بالمركز شرط ألا يكون حصل على أي جرعات سابقة. خلينا ننتقل مع حضراتكم للجزئية الأهم في هذه التغطية، وهي خطوات التحويل إلى قائمة المسافرين. في البداية هتحتاج الدخول على موقع التسجيل في منظومة اللقاح من الرابط المخصص للتسجيل على اللقاح، بعد كده الضغط على متابعة حالة طلب اللقاح، هتكتب رقم الطلب وإدخال آخر 4 أرقام من الرقم القومي، كمان اختيار تحويل للسفر، توضيح سبب السفر، وأيضا تحديد جهة السفر وتاريخ السفر المتوقع، كمان تحديد المحافظة التي يريد المتلقي الحصول على اللقاح بها، بعد كده تحديد المركز الذي يرغب أيضا في تلقي اللقاح فيه، والضغط على تأكيد وانتظار رسالة بالموعد والمركز المخصص للتطعيم. وقالت وزارة الصحة إن هي بتبعت الرسالة خلال 72 ساعة بتفيد بمكان وموعد الحصول على جرعة اللقاح المعتمدة، كما يجب إحضار جواز السفر والتأشيرة للتأكد من أن المتقدم بطلب الحصول على اللقاح مسافرا بالفعل. دي كانت الخطوات الكاملة لكيفية تغيير نوعية اللقاح للحصول على لقاح معتمد لدى إحدى الدول العربية أو الأجنبية بغرض السفر. ونشكركم شكرا جزيلا على المتابعة، واستنونا في تغطيات أخرى على مدار اليوم. إلى اللقاء.